قلت لكم كمان اتحاد الكره ابتدى مناقشه العروض المقدمه لتطبيق تقنيه الفيديو اللي هو الفار. ماشي ده كويس. في الدور الثاني من الدوري الجديد كلام اتغير بقى. في الدور الثاني من الدوري الجديد لجنه كمان بدات في اجراءات الحصول على التراخيص، لان حته ان انت تدخل الفار دي محتاجه شغل، محتاجه تراخيص، محتاجه وقت. شفنا الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت كان كل الدوريات في اوروبا، الدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الالماني كان فيه فار ما عدا الدوري الانجليزي. كان ليهم سياسه معينه، قال لك لا احنا نجربه مثلا في كاس رابطه الانديه الانجليزيه، نجربه يعني الناس برضو مع انهم ملوك الكوره والكوره بتشتغل على الاسس بتاعتهم. فان شاء الله بنتمنى خير للجنه اللي بتدير اتحاد الكرة.